هات اللوجو التاني معاك. ايه التيشيرتات دي يا عمام؟ ما ادوناش منها يعني. مساء الخير. ما خدناش من التيشيرتات دي احنا. الان في مدينه الاسماعيليه تحديدا في ميدان الممر، ربما ترى من خلفي هذه الجموع من المواطنين الذين يحتفلون. عينينا ليك يا استاذ محمود. يعني هذه الجموع من المواطنين يحتفلون في ميدان الممر وسط الإسماعيلية بافتتاح قناة السويس وبإعلان الجديدة وبإعلان الرئيس السيسي عن بدء تدشين قناة السويس الجديدة. الوفود أستاذ محمود بدأت في مغادرة الحفل فور انتهاء الحفل الفني منذ قليل، لكن ما زالت عمليات التأمين مستمرة من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش في جميع الميادين وجميع المحاور المؤدية إلى القاهرة، تحديدا طريق مصر إسماعيلية الصحراوي. يعني حتى وسط هذه الجموع اللي حضرتك شايفها حاليا على الهواء مباشرة يوجد العديد من قوات الشرطة تأمينا للمواطنين. يعني قبل يعني أقل من نصف ساعة كانت الجموع أكثر من هذا العدد، لكن مع تأخر الوقت غادر بعض المواطنين هذا الميدان، ميدان الممر. ميدان الممر هو أحد الميادين الهامة في المدينة الإسماعيلية، دائما ما يشهد في الماضي عدد من أو شهد في الماضي عدد من التظاهرات، وكما شهد أيضا عدد من الاحتفالات. هو يعتبر الميدان الرئيسي في الإسماعيلية الذي يشهد دوما هذه الاحتفالات أو التظاهرات. الميدان قبل ربما نصف ساعة أو أكثر من نصف ساعة كان مكتظ عن آخره، كان هناك منصة رئيسية يعني تذيع العديد من الأناشيد الوطنية بالإضافة إلى رفع الأعلام المصرية من قبل المواطنين. الحالة هنا هي حالة فرح، حالة نشوة من قبل المواطنين، حالة سعادة منذ صباح اليوم وحتى ربما الأيام الماضية. هذه يعني السعادة البادية على وجوه هؤلاء المواطنين بمناسبة بطبيعة الحال افتتاح قناة السويس الجديدة. ربما هم المواطنين عندهم يعني عندهم أمل في أن قناة السويس الجديدة تضر عليهم مزيد من الدخل على مزيد من الوظائف، مزيد من فرص العمل بالنسبة للمواطنين في الإسماعيلية. المفارقة أستاذ محمود أن مش بس المواطنين في الإسماعيلية هم بيحتفلوا في ميدان الممر، هناك العديد أو المئات ربما من المواطنين سواء من محافظة الشرقية، المحافظة المجاورة لمحافظة الإسماعيلية، وحتى يعني قابلت عدد من المواطنين من محافظات الصعيد، من محافظة أسوان، حضروا إلى هذه أو إلى هذا الميدان الاحتفال ومشاركة الإسماعيليين إنجاز التعبير بالاحتفاء بقناة السويس الجديدة. هذه الاحتفالات ما زالت مستمرة وربما ستزال مستمرة حتى منتصف الليل. تمام يا همام. تمام، اشكرك همام. مين زميلتنا؟ مين اللي لا في 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 حد من اسكندريه كان جاهز. زميلتنا بسمه محمود، زي كده بسمه قول لنا اسكندريه يعني ملعلع. طيب معلش في ديلي كده على ما تسمع بس هي مش لابسه تيشيرت بقى. هي بسمة، هي مش سمعاني بقى بسمة خالص. ما هيش انت لو كنت لبستوها تشيرت النهار كانت سمعت. انا مش فاهم انا ادي المراسلين التيشيرتات واحنا يعني ما كنا طلعنا بالتيشيرت ده النهاردة. ان شاء الله لو ادونا واحد بكرة يبقى نلبس ان شاء الله. طيب في مين معانا من مراسلين؟ بس يعني انا قلت لكم عمرو صلاح طبعا حكيت لكم الحكاية. بسمة هتتكلم على طول. يلا يا بسمة. بسمة محمود من الاسكندرية. تمام، ما جاهزة. انا مش عارف الصورة عندي مش واضحة، هل هي عند السادة المشاهدين واضحة؟ ما انا مش معترض، بس هي عند الناس كويسة. طيب كويس. الاسكندرية وتحديدا منطقة السلسلة من امام مكتبة الاسكندرية. من امام مكتبة الاسكندرية منطقة السلسلة تحديدا، حيث تقام قوات البحرية نصب منصة يقام عليها حفلات ومقطوعات غنائية. هنا يتجمع الالاف من المشاركين السكندريين المشاركين في الاحتفالات، احتفالات افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. خليني احكي على بداية يوم الاحتفالات في منطقة الاسكندرية.
بدأت اليوم الاحتفالات من منطقة المنشية تحديدا في ميدان الجندي المجهول، حيث قامت القوات البحرية بنصب تذكاري بداخل ساحة ميدان الجندي المجهول، وتقدم خلالها كما ترى أستاذ محمود تجمع الشباب السكندري والأهالي السكندريين تحية وفرحة لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة. مرة أخرى أحب أن أوضح بداية يوم الاحتفال بمحافظة الأسكندرية. بدأت اليوم محافظة الأسكندرية في الاحتفال من منطقة الجندي المجهول، وقامت قوات البحرية بعروض عسكرية موسيقية تهنئة بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، كما قامت جامعة الأسكندرية بوقفة بالملابس الرسمية من أمام سلالم مبنى إدارة جامعة الأسكندرية، ثم بعدها قاموا بعمل مسيرة من أمام مبنى الجامعة إلى قلعة قايتباي بمنطقة بحري، وكذلك بنفس الوقت تمت عمل مسيرة بأكبر علم أو أطول عمل علم في مكتبة الأسكندرية على ساحة سلالم مكتبة الأسكندرية. نظم هذه الوقفة شباب من الشباب السكندريين، ثم انقسم اليوم أو بدأ نزول الأهالي السكندريين من بعد الرابعة عصرا، وتحديدا وهنا بدأ الاحتفال من محافظة الأسكندرية، حيث قامت عدد 36 عربة مزينة بالزهور والأعلام المصرية، وكذلك شارك في هذا العرض أطفال وشباب وفتيات من عمر صغير باللبس أو الزي الفرعوني. قاموا بالمسيرة من بداية من المنتزه سيرا ومرورا إلى منطقة القلعة ببحري، وبدأ الاحتفال بجميع ميادين الأسكندرية، ميدان محطة الرمل وميدان القائد إبراهيم وميدان سيدي جابر وميدان محمد نجيب، وكذلك بكافة شوارع أو ميادين أو مناطق الأسكندرية. قاموا بعمل شاشات عرض تبين وتعرض الموقف بقناة السويس الجديدة. إليك بسمة ولا نسمة؟ بسمة. بشكرك بسمة محمود من الأسكندرية، بشكرك شكرا جزيلا. افتتاح قناة السويس الجديدة يتصدر ترند المحلي والعالمي على تويتر، المحلي والعالمي، ده خبر كويس جدا، يعني الناس يعني مهتمة جدا. ملك البحرين بيقدم دعوة للرئيس السيسي انه يروح يزور البحرين. اللي حصل النهاردة مع وجود الرئيس الفرنسي ده مهم، يعني في حاجة بتحصل بيننا وبين فرنسا تدعو للتفاؤل، وده حاجة كويس جدا. شايفين بيننا وبين أمريكا الدنيا بتختلف لمصلحتنا. سيبك من التفاصيل، يعني من يعني كويس جدا، تطور كويس. فرنسا الرئيس الفرنسي عندنا، يبقى ده كويس جدا. شفنا نوعيات الضيوف. اوعى تستقل ان مثلا بعتوا نائب وزير او بعتوا، ده مش حاجه، مش تقليل من شأن الاحتفال ابدا. هي كده الدول بتمثل زي ما بتشوف ظروفها، زي ما بتشوف، يعني زي ما تشوف المناسب تعمله. لكن هي الفكرة انه يشارك في حدث في مصر مهم، وإلا ما كانش يبعت حد. إذا لم يكن الحدث كبير ومهم ما كانش يبعت حد. فمجرد وجود ممثل لأي دولة فده احنا نعتبره ممثل الدولة، وبالتالي مش فارقة حكاية هو منصبه ايه. لكن كان عندنا ملوك ورؤساء وبعدين نشطاء خليجيون يدشنون هاشتاج الامارات بتفرح مع مصر. الشباب الاماراتي كويس جدا في، يعني خلي بالك في حاجات كتير جدا ورا المشروع ده، يعني مشروع انجاز وتم في سنه وكذا، قول زي ما انت عايز دوت، ما حدش يقدر يتكلم معاك فيه. بس لما تيجي بقى ايه تتامله بالراحه كده شويه، الحمد لله تم الافتتاح في امان وسلام. نشكر كل قواتنا اللي قاموا بتأمين البلد كلها، أنجزوا المهمة في أتم ما يكون. يعني مين؟ طيب بورسعيد الباسلة، كريم الشيخ، أستاذ كريم كويس، الناس سهرانة برضو، هو حاجة حلوة جدا.
نعم مساء الخير يا استاذ محمود. يعني بالفعل بورسعيد الباسله تحتفل حتى اللحظه بدايه من الساعه الرابعه عصر اليوم، بدا عدد كبير جدا من المواطنين يتوافدوا على ميدان الشهداء هنا قدام المحافظه بالتوازي مع الاحتفالات اللي موجوده في ميدان الشهداء. عدد كبير جدا من اللجان الشعبيه الموجوده في بورسعيد بتحتفل على طريقتها، على طريقه السمسميه، بعزف اغاني جديده جدا زي اغنيه 6/8 اللي كان بيتم عزفها و غناها قبل قليل من الآن. على الناحية الثانية كان في احتفالات رسمية بس من ناحية الكنيسة والمساجد. الكنيسة النهاردة في تمام الساعة 2 ظهر اليوم دقت أجراسها في جميع أنحاء بورسعيد، وبعد صلاة العصر مباشرة تم إذاعة تكبيرات العيد ابتهاجا واحتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة. على الناحية الثانية قوات الأمن لا زالت بتأمن المجرى الملاحي حتى اللحظة دي. عدد كبير جدا من قوات التأمين متواجدون على الممشى السياحي وممشى دليسيبس والشوارع المحيطة به. كمان قوات الأمن على المعديات اللي بتمر من بور فؤاد لبور سعيد بتوزع الورود على المواطنين في محاولة للاحتفال مع المواطنين بافتتاح قناة السويس. وأيضا هيئة قناة السويس في مقرها اللي موجود هنا في بورسعيد كانت بتحتفل برضو على طريقتها باللانشات والفرقاطات اللي كانت بتأمن المجرى الملاحي في محاولة لتأمين المشهد على مدار اليوم. والاحتفال ومساندة الشعب ومساندة المواطنين البورسعيديين هنا في بورسعيد. يعني اسمح لي يا استاذ محمود احط حضرتك في الاجواء اكتر واسيب حضرتك مع بعض من الاغاني، اغاني السمسميه. اغاني السمسميه دي حاجه حلوه. الحر يتمنى كفاح للبيع نرجع، الحر يتمنى كفاح يا ريتهم كانوا قدموا لنا ان السمسميه جزء من حفله النهارده، كانت تبقى حاجه حلوه. بس يعني دي اراء وبتاع، بس يعني ده كويس وده كويس، نعمل حفلات بقى احنا ونغني. وانا مش عارف اقول كلمتين النهارده خالص. طيب مروه من المهندسين، كويس يا مروه، صحصح يا مروه. مروه من المهندسين، ها تمام. ايه الفوش يا ده مروه؟ مود هنا في ميدان مصطفى محمود بدا توافد كثيف للمحتفلين بمجرد انتهاء كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ساعات خلال احتفال قناه السويس. كما ترى هنا مظاهر البهجه والفرحه كلها، الاعلام، الزغاريد، الرقص، الاغاني الوطنيه وكلها مظاهر الاحتفال هنا. لكن دعني انقل لك الصوره من وجهه نظر المحتفلين هنا. ازاي شفت الاحتفال النهارده بتاع قناه السويس؟ احسن احتفال طبعا، ويا رب يكون خير علينا وعلى عيالنا يا رب، وفي عهد الرئيس بتاعنا عبد الفتاح السيسي ربنا يطول لنا في عمره يا رب، وفي عهده يا رب كده دايما مصر. ايه اللي عجبك في الاحتفال؟ اللي مصر فرحانه، احلى حاجه اللي مصر فرحانه، والسيسي هو اللي فرحنا الصراحه، الله يبارك له يعني، وبنحب السيسي. العمل اللي الرئيس عمله عمل كبير جدا محدش يقدر يعمله، لو ما عادش علينا احنا يعود على عيالنا بالخير. اللي عارف او مش عارف، ما دام الناس كلها فرحانه، في ناس فاهمه وفي ناس مش فاهمه، الاغلبيه اكيد فاهمين الدنيا دي في ايه. خلينا ايه اللي عجبك النهارده؟ اللي مصر كلها فرحانه، وربنا يخلي السيسي ويخلي لنا يا رب. انا بحب السيسي من اول ما عرفت ان السيسي رئيس، انا بحبه، ربنا يخلي لنا، هو اللي مفرحنا على طول، وفرحانه بقناه السويس. انت ايه عجبك النهارده في الاحتفال؟ يعني حاجه جديده وحاجه جميله، والناس كلها طالعه وتحتفل برضو بال في ايه في ايه؟ الاحتفال جميل والناس طالعه، وربنا يخلي لنا السيسي اللي على طول مكبرنا ومنورنا ومشرفنا في كل حته. قولي لي ايه عجبك في الاحتفال؟ انا بحب على دورة وموسو، حبيت دورة وموسو وحبيت السيسي.
وبحب مصر. اللي عجبني اللي في الاحتفال اللي السيسي ما شاء الله عليه يعني فتح لنا قناة سويس جديدة، وكمان يعني ربنا يخلي لينا وربنا نخليه لي. اللي عجبني النهارده ان احنا بنتولد من جديد، اللي انا شفته ده حسيت ان احنا بنتولد من جديد النهارده. كما ترى استاذ، كما ترى هنا استاذ محمود، الجميع ينوي السهر حتى ساعات الصباح الاولى للاحتفال، خاصه ان غدا هو الجمعه وهي العطله الرسميه. اليك في الاستوديو وسنوافيك بالتفاصيل في الساعات القادمه، اخر الاخبار في الساعات القادمه. نبت يا قمر يا مروه بفوش انت لابساه ده، شكرا يا مروه. مروه من المهندسين، معانا امل صالح من التحرير، ميدان التحرير العظيم. كان زمان اسمه ميدان الاسماعيليه. قبل ما يبنوا فيه المجمع. المجمع ده مبنى عظيم، لكن اللي بناه الحقيقه يعني ما كانش اختياره موفق، ما اعرفش مين اللي بناه، وانا على الهوا. وانا فين فين امل؟ يعني مبنى يتسم بال مش وقته على كل حال. يعني فين امل صالح؟ انت تيجي من التحرير. طيب كنت بكلمكم على النشطاء زمايلنا واصحابنا واصدقائنا في الخليج، هاشتاج الامارات بتفرح مع مصر. كل دي حاجات بتدي حاجات. سي ان ان بتقول افتتاح قناه السويس يعزز من وضع مصر على الساحه الدوليه. يعني تايمز البريطانيه عن القناه الجديده، هرم السيسي في العصر الحديث. حاكم دبي عن مشاركته في افتتاح القناه، الشعب المصري لا يعرف المستحيل. طبعا انتوا عارفين ان حصل تم افراج عن الصيادين المصريين، وده خبر كان مهم جدا، وصلوا الحمد لله. امير الكويت في برقيه للسيسي، قناه السويس عمل جبار يعزز مكانه مصر في العالم. شيخ صباح الاحمد الجابر صباح. دي كلها حاجات كويسه، وكان في طبعا من مسؤول كبير من السعوديه ولي العهد، وكان في من الامارات حاكم دبي. يعني حركه حلوه، هو يقول لك ايه، الحركه بركه. فاحنا بنتحرك كويس. الحركه بقى ايه؟ يعني لما تبتدي تهم لازم تعرف انت رايح فين، وايه المجهود اللي هتبذله، وماذا يتطلب منك. فلازم تبقى عارف ان انت بتبتدي تهم، ان انت ما رحتش المشوار لسه، انت قررت انك تهم. الشباب اللي اتكلموا، الولاد الصغيرين يتكلموا دول وبيحبوا الرئيس، بيحطوا مسؤوليه. الولاد دول لازم يتعلموا كويس، ولازم يتعالجوا كويس، ولازم يبقى عندهم حلم. هو اللي حصل في قناه السويس ايه؟ زي ما سمعنا انه المشروع، وبعدين الرئيس يعني شاف انه ده حلم جميل، فبدا يسعى لتحقيقه وتمكن من تحقيقه بدفعه قويه جدا من الشعب المصري. الفلوس اللي اتلمت وحاجات زي كده. فيعني بدايه الحياه اصلا انك انت لازم تحلم. اللي هو قال لك ايه بقى؟ لو بطلنا نحلم نموت. لان هتعمل ايه؟ يعني هتعيش تاكل وتشرب كده زي مثلا يعني الحاجات اللي ملهاش مخ تفكر بيها. لازم الانسان يبقى عنده حلم. فانت بتحلم بايه؟ انت شاب صغير. انا عندي بقى مشكله فظيعه مع الشباب اللي هم من 15 لغايه 22، اللي هم بذره الامه دي، واللي هم عددهم كبير بالملايين. الولاد دول بيحلموا بايه؟ يعني يقدروا يحلموا ولا لا؟ ما تكلمنيش عن المدارس الاجنبيه والمدارس اللي مش عارف ايه والجامعات الايه والبتاع ده، لان دي نسبته ما اعتقدش انه يزيد عن 10-15% من من عدد طلابنا وتلامذنا. الباقي كله في مدارس حكوميه، في جامعات حكوميه، في كذا. الولاد دول لازم يحسوا ان عندهم حلم زي ما كنا احنا، وده الكلام اللي يمكن قاله صديقنا العزيز الكاتب الكبير ايمن الصياد، وقلناه مرات ومرات، ان احنا حلمنا وقدر بعضنا ينفذ وبعضنا ما قدرش، مش مشكله، بس كان عندنا كلنا حلم، كان عندنا
يعني امل في بكره ان انا ممكن ابقى كذا وهبقى كذا وهبقى كذا. ده نجح، ده نجح نص ونص، ده فشل، ده كذا، مش مشكله. بس انا بتصور دلوقتي طالب مثلا في ثانويه عامه هيحلم انه يبقى دكتور ويذاكر كويس، طب لما يبتدي بقى يفكر ما بعد الدكتور هيروح فين، هياخد كام، هيشتغل ازاي، هيبني مستقبله ازاي، هيتجوز ازاي. مش بقول لك جوزه في شقه اربع اوض وبتاع وحاجات زي كده، لا، انما لازم تبقى الحاجات ممكنه، بعيده بس ممكنه. يعني احنا جت الحاجات بالنسبه لنا بعيده لكنها ممكنه. يعني ايه ممكنه؟ يعني بالجهد والعرق والصبر وبتاع وكذا 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 والتدبير وحاجات زي كده نقدر ايه؟ نقدر نعمل. انما لما نيجي لشبابنا النهارده نلاقي عندهم مشكله كبيره. احنا بقى دلوقتي في حاله تانية، والكلام ده قلناه لما حصلت ثوره 25 يناير. في حلم حصل في الشارع، في امل اتبس، وحصل ما حدث في الثوره، وحصل اللي احنا كنا بنقوله زمان، وكنا نقعد مع مسؤول نقول له يا عمنا ما فيش حد جاهز للحكم غير الجماعه دول، ما فيش حد. يقولوا لا اصله المهم خلاص الشعب قرر والجيش سنده بقوه، وحصل الشيء العظيم ان احنا تخلصنا من ده كله وبدانا نشوف بقى حياتنا. اوعى تقول شكرا لحد بس، يعني احنا نشكر الرئيس ونشكر كل مواطن في الشعب المصري، لاننا كلنا ايه، كل الناس شاركت في العمل ده، كل الناس حتى بالفرحه دي. اوعى تفتكر ان لما يطلع راجل طيب ويقول لك انا فرحان اصل انا بحب السيسي، اوعى تفتكر ان ده كلام كده ماشي، لا، ده كلام بيأثر في غيره. فالراجل ده بيعمل دور وهو مش عارف انه بيعمل دور ولا حاجه. الراجل دوت بيبس الفرحة بتاعته دي في قلب واحد تاني ممكن يكون مزرجن معانا شوية، مش عايز يفرح، مش عايز يفرح، بس ممكن الراجل ده يساعده ويقول لك والله عنده حق، والله كذا، والله كذا، والله كذا، والله كذا. حاجة تانية، ولا ناخد أمل الأول؟ إذا كانت أمل صالح جاهزة من ميدان التحرير. طيب عندكم مشكلة؟ معلش معلش، لما يجي ما عندناش مشكلة. فلازم يبقى أنا عندي يعني شوية إيه، نشوف بقى نعمل إيه بكرة. بكرة صعب جدا، مستحيل؟ لا، مش بس لأن مفيش مستحيل، لا، لأنه إحنا عملنا أهو وجربنا ومستعدين. الناس مستعدة، يعني ما الناس دي معرفش ايه، دي معرفش ايه تركيبتها، يعني مستعده، مستعده لكل حاجه، مستعده لكل حاجه، يعني طيعه جدا. الناس دي لازم نعمل لها دفعه. ده اللي انا كنت بقوله وانا ما كملتش كلامي، انه تعالوا بقى نبدا ايام جديده، يا ريت بلاش بقى نشكك في بعض، يا ريت بلاش نهاجم بعض، يا ريت واحد مش عاجبه حاجه ما يقول يا سيدي، ما يقول يا سيدي، هو انت هتبقى احسن من الاكابر اللي علموا الدنيا؟ علموا الدنيا بانهم سمعوا للغير، كل اللي ما سمعوش للغير سقطوا وقعوا. والتاريخ اللي بيقول مش انا، التاريخ اللي بيقول مش انا، يعني وكل اللي عملوا حاجات كويسه حتى لو جنبها حاجات مش حلوه فضلوا موجودين. يعني انت دلوقتي تقول، بتيجي تجيب سيره قناه السويس والجيش المصري تقوم تقول ايه؟ محمد علي. في كتب بتقول كلام كتير ينتقد محمد علي، لكن فضل لمحمد علي انه باني مصر الحديثه. ليك ملاحظات على اسماعيل وسعيد زي ما انت عايز، لكن هم خدوا قرار انشاء السويس. الدول دي سبسوا عملوا، لكن عملوا قناه السويس. ففضل الحاجه، الانسان لما يكون بيعمل حاجه كويسه بتفضل. يعني خد فنانين زي ما انت عايز، جهات عبد الناصر مثلا، في آراء كتير حوالين المعتقلات والحاجات اللي حصلت، لكن جنب ده إيه؟ مش جنبه، فوقه. والناس اللي اتسجنت هي اللي كانت بتقول الكلام ده، إن عبد الناصر كان بطل مصري عظيم، والتاريخ اللي بيقول هو عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا.
يعني الاعمال الكويسه ما بتروحش ابدا وتعدي السنين زي ما انت عايز. افلام ابيض واسود والماده بتاعتها تعبانه قوي، لكن صدقه تقوم تشوفها لغايه دلوقتي سنه 2015 تشوف فيلم معمول سنه 35، ويمكن يكون الفكر المطروح مش يعني خلاص خلص عدى عليه الزمن، يمكن يكون الاداء التمثيلي فيه ملاحظات، لكن انت هو صادق وحاجه حلوه بتشوفها وبتستمتع بيها. فالحاجات الكويسه بتفضل، الخناقات والتشكيك والبتاع ده مش هيملوش مالوش معنى، يعني مالوش قيمه دلوقتي. في اللي احنا بنقول انت بتفرح، طب تعالى ما نفرح بقى. واذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يعني هي الايه ممكن تتفسر على انه اذا كنت قاعد في حته وسع للي حواليك، ده تفسير. واذا عايز تتوسع في التفسير مقبول انك تقول وسع الدنيا، وسع تعالى نوسع الدنيا ونبقى مع بعضينا كده، معارضه وحكومه كلنا مع بعض بنشتغل مع بعض. ما اوعى تفتكر ان المعارضه ده بيدك، لا ده بيساعدك بينبهك. انت مش ملزم بارائه، لكن مش مطلوب منك انك تسفه ارائه، عشان هو ما يسفهش ارائك، هو يعترض عليها يقول راي تاني. اهلا وسهلا، الدنيا بقت كده، الدنيا اللي نجحت كده، مفيش دنيا نجحت براي واحد، الدنيا اللي نجحت باراء مشتركه. نسمع يعني نسمع ناس، نسمع نسمع نسمع. وبعدين الرئيس والمجموعه بتاعته دول اللي اختارهم الشعب، من حقهم قانونا وشرعيا وكل حاجه ان هم ياخدوا القرار اللي يشوفوه مناسب. عشان كده احنا بنعمل انتخابات، نقول الرئيس يقعد معانا 4 سنين، اذا لقيناه بياخد قرارات مش مناسبه مش مناسبه مش مناسبه نغيره بعد 4 سنين، اذا لقيناه بياخد قرارات مناسبه 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 وفي قرارات برضه تطلع مش مناسبه بس الاغلب مناسب تنتخبه كمان 4 سنين. فهي دي هي دي الحياه، هي دي الحياه. يعني ان الناس تبقى في راي هنا وراي هنا وراي هنا وراي هنا، لما تغضب مش هتعمل حاجه ومش هتفيد حد. فتعالوا نساعد بعض. انا مش بكلم حد معين على فكره، انا بكلم كل واحد سامعني ايا كان مهنته. يعني تعالوا نشوف هل ممكن تسترجع او نسترجع مع بعض القيم الاصيله اللي هي في جيناتك انت، اللي هي مش هتجيبها من بره، اللي هي انت عملتها او ابوك عملها او جدك عملها في يوم من الايام في الترماي في الاتوبيس في اي حته. عملنا حاجات كتير جدا جدا كويسه. انت يقول لك مثلا ما تبقى ماشي في اوروبا مثلا واحد وقع في الارض كده محدش يكلمه، يعني يمكن اقصى حاجه ممكن حد يكلم الاسعاف، وده مش اكيد يعني. انما انت والله انا كنت مره ماشي في مطلع نفق كده، وواحدة عربيتها راحت طالعة على الرصيف، أنا يمكن حكيت الحكاية دي قبل كده، والست جوه العربية ما حصلهاش حاجة بس راكنة ومش عايزة تنزل خايفة. الناس راحت شالت العربية ولا يعرفوا الست، ولا شالوا العربية قدام عيني أنا، شالوها نزلوها على الأسفلت. بقى هي ده إحنا، يبقى نقدر نعمل حاجات حلوة إن شاء الله. أمل صالح من ميدان التحرير، الديلي طويل قوي بقى امل، على ما تسمع لي بقى هكون ايه بقى. هي امل، امل حياتي. استاذ محمود هتضحك دلوقتي. نعم استاذ محمود، يعني كما تعودنا على ميدان التحرير انه شهد الاحداث الهامه، فكما خرجت من رحمه ثوره 25 من يناير و30 من يونيو ايضا، هو الان يشهد حدث كبير منذ الصباح الباكر. خليني ابدا مع حضرتك منذ البدايه، هل تسمعني استاذ محمود؟ نعم نعم يا امل، كملي كملي من فضلك، اكملي يا اختاه. أمل، آه يا أمل، آه.
طيب معلش الشغل كده معلش. عظيم نعم جود. يعني اذا بدانا من بدايه اليوم يعني بعد انكسار ساعات الشمس الحارقه بدا المئات في التوافد على ميدان التحرير للاحتفال. جميع المباني الحكوميه الحقيقه تزينت بالاعلام المصريه، مبنى الخارجيه تزين بالاعلام المصريه ايضا، وضعت عليه انوار كتب عليها تاريخ افتتاح قناه السويس بتاريخ اليوم. ايضا معظم المصالح الحكوميه بميدان التحرير تم تزيينها بالاعلام المصريه. ايضا على مستوى التامين يعني الصباح الباكر طلبت قوات الامن من الجموع الموجوده بالميدان التفرقه حتى لا يعني يندس بعض العناصر المخربه واستغلال هذا الجمع الكبير باحداث اي افعال تخريبيه. ولكن بعد كما قلت لك انه بعد انكسار الشمس زادت التجمعات البشريه بشكل كبير، وعليه تواجدت عناصر الامن بشكل مكثف جدا بالميدان. هناك وحدات التدخل السريع ايضا كانت متواجده في الميدان، الكثير من الكوادر الامنيه ايضا تواجدت وكانت في مرور دائم. التواجد الامني ليس فقط للحمايه ولكن ايضا لتسهيل العمليه المروريه، خاصه ان الاحتفال كان في قلب اهم الميادين بمصر. الوقوف اكثر على يعني مشاعر المصريين، لدينا بعض المشاركين في الاحتفال نود ان نستمع اليهم. يعني حضرتك من صباح اليوم شاركتي النهارده، كلمينا عن مشروع قناه السويس بيمثلك ايه ومشاركتك في الاحتفال. هو بصراحة أنا طول بتفرج بالنهار في البيت، وأول ما الجو هدى شوية نزلت لازم أشارك هنا في ميدان التحرير، هو أقرب مكان ليا، كان نفسي أروح هناك وأشارك معاهم، بس هنا بالنسبة لي المشاركة برضو ليهم. طيب بالنسبة لحضرتك يعني أنا شايف إن حضرتك جاي مع العيلة، كلمني عن وجودك النهاردة وهل خفت إن أنت تبقى متواجد في الميدان؟ النهاردة مصر، النهاردة في عيد، النهاردة مصر كلها بتفرح حضرتك وجايين بأولادنا وبتاع عشان مستقبل أولادنا، ودي حاجة تشرفنا طبعًا. والسيسي زي ما وعد حضرتك وفى، قال هي سنة هي سنة في ظل الإرهاب والتطرف وكل اللي موجود ده كله، وبرضه حقق وعوده يعني رغم الكثافة العددية المتواجدة بميدان التحرير، الجميع هنا في محاولة لمشاركة الاحتفال، أستاذ محمود في محاولة لتنظيم أنفسه. نعم عودة إلى الأستوديو. شكرا يا أمل، ألف شكر يا